ورجعنا لكم بعد الفاصل. افكركم عملنا ايه، عملنا بيتزا الكنافه الحلوه وعملنا شيش كباب الكنافه بالمنظر ده، اهي البيتزا وادي الشيش كباب الكنافه ومحشي جبنه موتزاريلا وفاكهه. تاني حاجة هنعملها هي ايه؟ هي لقمة القاضي، بس انا هعملها بكذا حشوة، يعني انا هعملها بالمكسرات، هعملها بالتفاح والقرفة، هعملها بالسكر السكر بودرة، وكمان هعملها بالشوكولاتة. مقادير لقمة القاضي الاساسية اللي احنا عارفينها هي كوبايتين دقيق عليهم معلقتين نشا، يبقى كوبايتين دقيق عليهم معلقتين نشا، عليهم معلقة صغيرة سكر، عليهم معلقة خميرة، وهحط ذرة ملح كده على الدقيق بس. مقاديرها بسيطة جدا ما فيهاش اي حاجة، وطبعا المية للعجن. هجيب بس كده البولة هحط كله على بعضه، كوبايتين الدقيق عليهم ذرة الملح، هجيب هنا معلقتين النشا. انا بحط النشا ليه بقى؟ بحط النشا علشان النشا بتديها قرمشه. في ناس كمان بيحطوا لها بطاطس مهروسه، يعني انا حماتي الله يرحمها فعلا احلى لقمه قاضي كنت باكلها من ايديها بعد الفطار كده، هي كانت بتبقى مجهزه لنا العجينه وبعد الفطار تقوم تقلها لنا، فعلا احلى لقمه قاضي كنت باكلها منها من ايديها فعلا الله يرحمها يعني. بس معلقتين نشا كده خلاص. هنحط معلقة سكر صغيرة، هنحط معلقة خميرة، والمية للعجن. هشيل بقى دول كده الحاجات اللي انا مش عايزاها، وذرة الملح طبعا انا حطها على الدقيق. اجي اخد ده كده. بصوا هي حسب برضو نوع الدقيق، يعني في دقيق بيمتص المية بتحتاج ان انا احط مية، يعني هي هتاخد في حدود كوباية وربع مية بس. انتي برضو حسب نوع الدقيق بتاعك حطي المية، يعني انا مش هحط الكوباية وربع، انا هحط تدريجيا لحد ما الاقي العجينة بقت عاملة زي الاستك كده. هجيب بس المية وهجيب المكيال بتاعي. كده اقلب بس هنا الشوكولاته اللي انا كنت مجهزاها، بس انا مطيه عليها عموما. هبتدي بقى احط الميه كده واقلب. نبص على العجينه كده، بصوا بس هي عايزه تقليبه، هي كده كويسه بس هي عايزه تقليبه خلاص. طبعا المفروض ان انا بقلبها بديها تقليبه تانية. هشيل بس الحاجات دي، انا مجهزه طبعا عجينه لان هي المفروض ترتاح. احط بس الحاجات دي، المفروض ان هي ترتاح وتخمر، فانا مجهزه اهي عجينه اهي بالشكل ده اهي. بصوا ببتدي بقى ايه اعملها كده تاني، اقلبها تاني كده اهي، بتبقى عامله كده خلاص. بس هنيجي هنا، انا فاتحه الزيت اشوف بس النار اعليها، لا مش هعليها دلوقتي، انا فاتحه الزيت كده. طبعا العجينه هنا اهم حاجه ان انا هقلبها تاني واسيبها ترتاح تخمر. هشتغل بقى في العجينه اللي انا مجهزاها وخمرانه دي. ممكن نحط العجينه دي في كيس بلاستيك، ابعد بس العجان واجيب كده الطاسة. ممكن نحط بقى العجينة دي برضو في كيس، يعني انا بحب اشتغل بايديا فانا هعمل كده اجرب الزيت اشوف الزيت ايه الاخبار. يبقى اعلي النار شوية عليه لسه، هو لسه مسخنش طبعا فعشان كده لقمة القاضي ما نفشتش.
طيب انا بعمل بقى كمان ايه، بروح جايبه المعلقه وجنبي ميه او زيت، ويستحسن كمان زيت، كوبايه فيها زيت، احط كده المعلقه واجي اروح عامله كده. بس ما حدش يعمل اللي يحط في الزيت السخنة المعلقة في الزيت السخن وبعدين يجي يعمل على ايديه. هنحط كده، بصوا ناخد كده، ويا ريت يكون نحط شوية زيت بارد جنبنا في كوباية اهي. بصوا بقى بتعلى ازاي بالشكل ده. طيب انا قلت لكم عاملة بالتفاح وعاملة بالمكسرات، هجيب عين جمل، وحدتين عين جمل كده جنبي، هروح احطها كده في ايديا، واروح جايه في العجينه، شايفينها ولا ايه كده، واروح طالعه بالعجينه اهي، واروح حط بالمنظر ده. اجي هنا برضو واحده مكسرات اهي، واروح حط، نحط تاني مكسرات في العجينه، واروح واخدها كده اقلبها كده، واروح جايه تمام اهو كده، واروح حاطه كده. انا هنا اشوف النار عاليه، لا انا مهديه عليها، اجيب بس الكبشه مهديه عليها، عشان لو النار عاليه لقمه القاضي هتتحرق من قبل ما تستوي كده اهو. ممكن نعمل واحدتين تانيين. التفاح بقى انا عملت ازاي التفاح، انا بجيب تفاح اخضر خلاص بقطعه زي ما انت عايزه تقطعيه، بس اقطعيه مربعات صغيره، وبعد ما تقطعيه حطيه في طاسه وعليه شويه زبده او حبه زبده صغيرين يعني، وقلبيه. ليه انا بحط الزبده؟ الزبده بتحافظ لي على التفاح ان هو ما يتهريش، وكمان ما يجيبش ميه، لكن ما تحطيش سكر على التفاح عشان ما يجيبش ميه بس. وبعد ما يستوي وتلاقيه كده التفاح كويس معاكي، خلاص بنسيبه يبرد. بعد ما بنسيبه يبرد زي اللي عملناه في المكسرات، بتحطي برضو شوية عجينة عليها شوية تفاح، وتاخدي بايدك كده وتحطي بنفس الطريقة دي بالشكل ده كده. خلاص انا بقسم بقى العجينة بتاعتي، بقسمها ما بين، انا كده بقى وريتكو، ما بين ان انا اعملها سادة، وما بين ان انا اعملها بالمكسرات. اغسل ايدي بس. بعد ما بتطلع بقى لقمة القاضي بحطها، يعني انا بنشفها، بحطها الاول على مناديل على اساس انها لو فيها زيت زيادة ينزل، وبعدين بحطها بقى في العسل. العسل برضو لقمة القاضي بيبقى تقيل كده هو حلاوتها بقى لقمة القاضي دي، يا سلام بعد الفطار تبقى سخنة كده وتاكليها وبالهنا والشفاء على قلبك كده هو. طيب انا هطفي هنا النار، دي لقمة القاضي اللي بالمكسرات اهي اللي انا عاملاها. خلاص مثلا دي بالعين الجمل، فانا هحط عين جمل هنا، وعامله بقى باللوز يعني حسب المكسرات اللي انت تحبيها، حطي بالفستق كده. دي اللي معموله بالتفاح، خلاص حط انا عليها قرفه. دي انا عاملاها باللوز بالمنظر ده. اجيب بقى دول بس الزيت سخن هنا طيب. اللي بالشوكولاته بقى هعملها ازاي؟ انا اللي بالشوكولاته لقمه القاضي بتبقى ساده، بحط عليها بس شويه عسل عشان يمسكها، لان انا لو سبتها من غير العسل هلاقيها كشت. فانا هنا جايبه شوكولاته مسيحه، شوكولاته ممكن نشيل دي بقى كده، نشيل الطبق ده عشان مش عايزينه. وافتح هنا النار، انا هنا حاطه ايه، انا بفتح غلط ثواني هنا اهو. انا هنا حاطه كوبايه شوكولاته مبشوره عليها كوبايه كريمه، خلاص انا هنا حاطه كوبايه شوكولاته مبشوره عليها كوبايه كريمه، خلاص بتسيح كده. عارفين البروفيترول لما بنعمل له صوص الشوكولاته؟ هي نفس الطريقه، هحطها على لقمه القاضي كده هو، وتبقى طعمها حلو جدا. بصوا خلاص دابت هي كده كويس،
اهي انا حطها عشان ايه تسيح وما اخدش وقت فيها بالشكل ده. ابتدي بقى اجي على لقمة القاضي بتاعتي السادة، ناخد دي ناخد دي، هي دي سادة ودي سادة، بس دي هرش عليها سكر بودرة، هروح حاطه كده بالشكل ده كده. بصوا حطوا بقى يعني ايه الحاجات دي بقى بتبقى فظيعة. تاخدي كده لقمة القاضي بالشوكولاتة، حلوة قوي، تغمسي بقى لقمة القاضي في الشوكولاتة تبقى حلوة قوي بعد الفطار وطعمها حلو قوي، لان كمان الكريمة، لان انا مستخدمة كريمة اللي هي العلب دي الويبن كريم، فبتدي طعم حلو جدا للحاجة لما بتحطيها عليها كده اهو. بس بصوا الصوص بقى من تحت جبار يعني حلو قوي ماشي. بس ممكن بقى دي اروح رش عليها شوية سكر بودرة اهي بالمنظر ده كده اهو. بس بصوا عشان انا بحب الشوكولاتة قوي 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 يعني، هجيب صوص بقى احط شوية كريمة بندق كده اهوت. بصوا لعشاق الشوكولاتة دي دمار 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 مش قادرة اقول لكم يعني فظيعة. بس اهي نجيب دي كده اهو، بس مفيش احسن من كده ولا احلى من كده. ضربنا كذا عصفور بحجر واحد، عملنا لقمة القاضي بالعين الجمل وباللوز وبالسكر البودرة وبالشوكولاتة وبالتفاح والقرفة، فحاجة يعني فوق الخيال. يا رب الحلقة النهاردة تكون عجبتكم. أفكركم عملنا فيها إيه، بس قبل ما أختم، عملنا بيتزا الكنافة الحلوة، عملنا شيش كباب الكنافة، عملنا لقمة القاضي زي ما قلت لكم بالشوكولاتة والمكسرات وسكر البودرة والتفاح والقرفة. يا رب النهاردة الحلقة تكون عجبتكم وتكون خفيفة عليكم كده، وصوما مقبولا وإفطارا شهيا إن شاء الله. وما تنسوش الحلو دايما عند عبير.